نبي نخلص يا جماعة من اليوم، نبي نخلص من قضية اختليت مع نفسي، هذه كلمة خاطئة. إذا أين الله؟ كل واحد يقول أنا والله أمس اختليت مع نفسي، وين الله سبحانه وتعالى؟ كيف مع نفسك؟ كيف مع نفسك يا عبد الله؟ ويسمونها بالعادة السرية، سرية على الناس لكنها ليست سرية على الله سبحانه وتعالى. فكيف تسمح لنفسك أن تفعل هذه العادة السيئة لأنها ليست سرية؟ كم منا يا جماعة من تعلق قلب الشهوات، يقول أنا ما أخشع في صلاتي، يقول أنا ما أحس بالإيمان لأن هذا القلب تعلق بالشهوات وملذات. والله يا جماعة أنها مصيبة، فعلينا أن نطهر قلوبنا. طهر قلبك من الملفات السرية. كل شخص يعاني من هذه الملفات السرية اليوم يا أخي، استغفر الله، مرق وجهك في التراب لله، قل يا رب يا رب فكني من هذه الملفات السرية. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده، اسمع، يقول والذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، حتى ما يكون بين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. الله يا جماعة، هل الله سبحانه وتعالى يظلم أحد؟ لا. الله يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بين عبادي محرما، قال فلا تظالموا. إذا كيف شخص يعمل طول حياته بعمل الجنة حتى قبل لا يموت يسبق على الكتاب فيعمل بعمل النار؟ قال العلماء فيما يظهر للناس أنه عمل من أعمال الجنة، لكن المشكلة يا جماعة القلب فيه خلوات، لكن المشكلة القلب تعلق بغير الله، لكن المشكلة القلب يا جماعة فيه ملفات سرية، فعلينا أن ننظف هذه القلوب من الملفات السرية، وأن نراقب الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن الله ما يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. أنا وأنت حالنا في الخلوات على حالين، إما ناجح وإما راسب. أنا وأنت والله على حالين، إما ناجح وإما راسب. كم منا من رسب في الخلوات، كم منا من سقط في الخلوات. واسمع هذه القصة، لما أتى عبد الله بن عمر إلى راعي غنم، فأتى إلى هذا الراعي وقال لهذا الراعي بعني من هذه الشياة. قال هذا الراعي أنا عبد مملوك مؤتمن وهذه ليست ملكي، كيف أبيعك منها؟ قال عبد الله بن عمر ويختبر إيمان هذا الرجل وهذا الراعي، قال قل لصاحبها أنك لا الذئب والأغنام معرضة للسباع والذئاب. فقال هذا الراعي كلمة ليتنا قلناها احنا في الخلوات، قال الراعي كلمة ليتنا قلناها وحنا أمام المسلسلات والقنوات، هذا الراعي قال كلمة ليتنا قلناها وحنا نعصي رب الأرض والسماوات. قال هذا الراعي قلب امتلأ بالخوف من الله سبحانه وتعالى، قال هذا الراعي فماذا أقول لله، يا عبدي
استترت بمعصيتي عن المخلوقين وبارزتني بالمعاصي وأنا عليك من الشاهدين أجعلتني من أهون الناظرين إليك. فماذا تقول لله؟ فعبد الله بن عمر اعتق هذا الرجل هذا الراعي وقال له كلمة اعتقتك في الدنيا أسأل الله أن تعتقك يوم القيامة.